أثارت المطربة شمس الكويتية جدل واسع بسبب التصريحات اللي أدلت فيها بالساعات القليلة الماضية بشأن أصحاب العضلات، حيث قالت خلال لقاء ببرنامج كتاب الشهرة ردا على سؤال: دخلت لمكان كله رجال، أول مين بيلفتك مين هو؟ صاحب العضلات؟ صاحب الابتسامة الجميلة؟ صاحب القامة الممشوقة؟ لحتى ترد وتقول شو هيدا؟ هني عارضات أزياء ولا رجال؟ ودافعت عن نفسها بعد مواجهتها بتصريح سابق لإلها هاجمت فيه أصحاب العضلات ولاعبي كمال الأجسام، وقالت: أنا كنت عم بحكي عن الهرمونات والأدوية الكيميائية اللي بياخدوها عشان تبني عضلاتهم، لأنه بالآخر عشان الشاب المستعجل على العضل بيبغى يبني عضلة فبياخد هرمونات بديلة عن طريق البروتينات من الباودر اللي مش طبيعي. وفي كتير حالات أنا كنت هون بالمصحة، حالات كتير جاية على المصحة رجال بينزل حليب من صدرهم، شوف هرمون الحليب مرتفع بسبب أنه عم بياخدوا هرمون عشان يبنوا عضل، فنصحت نصيحة أنه لو استمريتوا على هيدا الشيء ما رح يعنينا. وكانت قد علقت الفنانة شمس الكويتية على ارتباط الفنانة المصرية ياسمين صبري بشكل مسبق مع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ودور قانون الجذب بهيدي الزيجة. مشددة على أنه هي ما بدها تشخص المواضيع، ومنوهة أيضاً بأنه الحياة بالعالم العربي الآن عبارة عن ترند، وأوضحت أنه الفترة الحالية الموضة عن الطاقة وقانون الجذب، مشددة على أنه هناك ثلاثة فقط بيتحدثوا بعلم ودراسة الطاقة، إلا أنه هناك كم كبير عم يتحدثوا بشكل عشوائي، مؤكدة أنه أحمد أبو هشيمة هو رجل أعمال مثل أي رجل أعمال آخر، وتبعت: اتطلقت هلأ، قانون الجذب وين؟ وأشارت إلى أنه مشاهير السوشيال ميديا حياتهم مزيفة ومنها حقيقية، منوهة بأنه الفترة الأخيرة أصبحت عم تتعامل مع السوشيال ميديا بالفن، مضيفة: نحن هلأ بعالم التفاهة. عم بقيموك على أمور التفاهة، أنا منن وأنا تافهة، منوهة بأنه حاربت هيدا الفكر كتير، إلا أنه هي هلأ مجبورة أنه تكون واحدة منن، مشددة على أنه أغلب المشاهير حياتهم مزيفة.